الباثولوجي انت بتاخد المرض، كل الامراض اللي في الدنيا بقى. ما هي اكيد بتاثر على الفسيولوجي، واكيد بتاثر على الهيستولوجي، يا سبحان الله، واكيد بتاثر على الاناتومي. فسيولوجي اكيد، هيستولوجي واناتومي مش بالضروره يعني. هو بالضروره كل مرض يشوه لك الخلايا ممكن يعطلها، بس يشوه لك التشريح؟ لا. هناخد بقى كل الامراض بتحصل ازاي وشكلها ازاي وطريقه خطواتها ومراحلها ازاي، مرحله مرحله، وشكلها ازاي ورسمتها ازاي، ده في الايه، في الباثولوجي.